العمر رحلة سفر، والشعر فيها العمر مشوار. الأستاذ المؤرخ والباحث والأديب فايز بن موسى البدراني الحربي. هلا يا مرحبا، حياك أبو متعب كريم الجود. الراوي يتحكم في لهجة الشعر إلى حد كبير. وأنت من قام بجمع كتاب سبيل أو ديوان سبيل بن سند. هو جمع بين الموهبة وجمع بين التعلم. يا شايب ما مسني من حافوف، من خلقتي ما قلت خله وشيله. الجانب التاريخي في تأليفك يا أستاذ فايز هو ليس مختلق، لكن قد يكون مبالغ فيه. راكب اللي بعيد الرمس ما همه، ما همه اللي بعيد اللي يدرج ويله.